كفر الشيخ ومحافظة إسماعيلية على هبة الاستعداد لاستقبال العملية الانتخابية بعد ساعات قليلة مدى عن محافظة الغربية. نعم، تحياتي لك شيماء. بالفعل كما ذكرتي الوضع هنا لا يختلف كثيرا عن محافظات الجمهورية، ولكن بعض التفاصيل عن محافظة الغربية ومدينة طنطا التي نتواجد بها. انتهى الصمت الانتخابي منذ دقائق معدودة ونحن على مقربة من بدء هذا السباق الانتخابي لعام 2018. لو تحدثنا ببعض التفاصيل والأرقام عن محافظة الغربية، فيبلغ عدد سكان هذه المحافظة ما يتجاوز 5 ملايين مواطن، والكتلة التصويتية التي يحق لها التصويت في هذه الانتخابات تبلغ 3,224,000 ناخبا و 446 مواطن يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات، وهي التي تقدر ب 5.5% من إجمالي من يحق لهم التصويت على مستوى الجمهورية. أيضا لو تحدثنا عن مقار التصويت واللجان العامة، فلدينا 14 لجنة عامة ويندرج تحتها ما يقال أو العدد تحديدا 776 لجنة فرعية يتجه إليها المواطنين بعد التعرف على المقر الانتخابي الخاص بهم من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات أو رسالة نصية ترسل إلى 5151 أو الاتصال على 141، ويمكن للمواطن التعرف على المقر الانتخابي الخاص به. لو تحدثنا عن الاستعدادات، فهناك استعدادات وضعت اللمسات الأخيرة من قبل محافظة الغربية و كافة الأجهزة التنفيذية التابعة للمحافظة للاستعداد لهذه العملية وهذا الماراثون الانتخابي وتوجه المواطنين إلى صناديق الاقتراع، تنسيق بين المحافظة، وهناك غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة وعدد من الغرف الفرعية في المدن والقرى التابعة لهذه المحافظة للتواصل بشأن هذه العملية والتواصل المستمر على مدار 3 أيام بدءا من غد لحل أي مشكلات تواجه هذه المدن أو المواطنين بالتوجه إلى المناديب الذين يتواجدون في كافة المحافظات في كافة المدن والقرى التابعة لمحافظة الغربية. أيضا تنسيق بين المحافظة والوزارات المشاركة في هذه الانتخابات، وهي وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وأيضا وزارة الشباب والرياضة. والحديث عن وزارة الصحة، فقد تم إنهاء كافة الاستعدادات ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات وتزويد اللجان والمقاعد الانتخابية ب 300 كرسي متحرك لزاوية الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وأيضا إنهاء وتواجد عربات الإسعاف بجوار المقار الانتخابية، وذلك لتجنب حدوث أي طارئ والمساعدة في حالات الازدحام إن كان هناك ازدحام غدا. أما عن يعني وزارة التربية والتعليم، فكان هناك اجتماع مع مدراء المدارس التي سيتم بها هذه الانتخابات وهذا الاقتراع، ويعني تم توجيه التعليمات لهم بالتواجد في حال طلب المساعدة أو احتياجهم في هذه المدارس. أيضا الخطة الأمنية الموضوعة بالتعاون بين القوات المسلحة والجيش، فقد أتمت المنطقة الشمالية العسكرية كافة الاستعدادات في محافظة الغربية، واستلم بالفعل الضباط وقوات الرجال المسلحة رجال القوات المسلحة مقر الانتخاب، وذلك منذ يوم أمس. وأيضا استلم القضاة تباعا كافة الأوراق والمظاريف الخاصة بالاقتراع وأيضا كشوف الناخبين ليتم فتح اللجان في تمام 9 صباح غد. أيضا غرفة عمليات شكلتها المجلس القومي للمرأة هنا في محافظة الغربية لمتابعة تصويت المرأة ويعني ضمان وتوجه هؤلاء النساء وتشجيعهم على الذهاب والإدلاء بأصواتهم. أيضا أخيرا عدد من وسائل النقل التي تقوم بها المراكز الخاصة بمحافظة الغربية لنقل المواطنين من القرى إلى اللجان الانتخابية الخاصة بهم. أعود إليك شيماء في الاستوديو. نعم، إذن شكرا جزيلا لك سالي سالم، كنت معنا من محافظة الغربية.